أقام الأب فرانشيسكو باتون حارس الأرض المقدسة قداس عماد السيد المسيح في كنيسة القديس يوحنا المعمدان المختص بمشاركة لفيف من الأباء الكهنة والرهبان والراهبات وبحضور أكثر من 1000 مؤمن ومؤمنة. في كلمته الروحية استعرض الأب فرانشيسكو باتون المراحل التاريخية التي مر بها الدير وأغلق والمنطقة بأسرها إبان حرب العام 1967 وأضحى آنذاك حقل ألغام ومنطقة عسكرية وصولا إلى استعادته العام 2021. حمامة السلام لنزلت وقت عماد السيد المسيح بعد عم تنزل سلام على الأرض حتى نقدر نصلي بهالمكان ونرجع نحتفل فيه ودايما يستمر السلام والصلاة بهالمكان. من نقطة أساسية عماد السيد المسيح هو عماد مثل كل عماد بنحتفل فيه. L'immersione di una persona nell'acqua e la sua immersione è un rito penitenziale e purificatorio. الدخول بالماء نفس دخول السيد المسيح حتى الطهارة عنه وهو كمان فتح لسر العماد لإلنا. Di questa purificazione Gesù però non ha bisogno, lui è il santo di Dio. بهالعماد عماد الطهارة السيد المسيح ما كان بحاجة لأنه هو طاهر ولكن ليفتح سر العماد لكنيسته. شهادات من الماضي البعيد والقريب تحمل معها عبق الإيمان إجلالاً للحدث والمكان حيث تم تتويجهما بإعادة تدوين اسم القداس والأباء الكهنة على السجل التاريخي بعدما تم إخفائه أيضاً في الحرب نفسها. هذا اللي كان مكان مليان بالألغام هلا مكان مليان بالصلاة بالسلام إن شاء الله دايماً يكون هذه الأراضي المقدسة كلها مليئة بالسلام ويحل السلام محل الألغام. يمكن القول إن وجود الرهبان الفرنسيسكان في هذا المكان هو أداة للسلام، وبالرغم من كل الحروب التي كانت سائدة إلى أن الرهبنة كانت وما زالت منذ ثمانية قرون إلى اليوم محور السلام بين كل الأطراف.